ورحمة الله وبركاته حبيبتي الغاليات ومتابعيني كثيرين، لاباس عليكم. اليوم إن شاء الله كيف كتعرفوا راه العيد ما بقى ليه والو، وانا صراحة كيف قلت لكم من قبل معجازة وما في ما يصوب الحلوى هكا الفرن، وصافي صوبت وحدة ديال الفرن والحمد لله. راني شاركتها معاكم الغريبة، راني شاركتها معاكم هتلقاوها في القناة، جات رائعة وجات زوينة. وقلت انا صافي غدا نزيد واحد جوج كيلات فقط، كتعرفوا ما كاين لا زيارات لا والو غير في الدار، يعني ماشي كيف العام الفايت صوبت اشكال بزاف. هاد العام هذا غنصوب غير ثلاثة تشكيلات، بارك عليا على قد الجهد وعلى قد ما ناكلو حنايا وصافي. غادي نصوب اليوم معكم واحد الحلوه بسيطه 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 بزاف، واسهل ما يكون، والشكل ديالها كيطلع زوين. المهم غادي نقادو ان شاء الله الحلوه ديال الكوك بلا فرن. كنحتاجو ليها هنا عندي ثلاثة ديال الكيسان ديال الاكواب المعياريه، بهاد الاكواب هذه باش درت المقاس، وراكم كتعرفوا ان هاد الاكواب راها نفس المقاس الكوب ديال الكبير، راه نفس المقاس زيد واحد شويه عليه ديال كاس العنبه. غادي نستعملوا فيها هذه ثلاثه الاكواب ديال الكوك او جوز الهند مطحون، كناخذوه مبشور ولكن كنعاودو نطحنوه مزيان، كنطحنوه حتى كيصير على هذا الشكل هذا كيكون مطحون مزيان. وكذلك عندي علبه ديال نيسلي، يمكن لكم تستعملوا حتى نيسلي اللي مصاوب في الدار، معليش راه كيكون حتى هو نفس الجوده. وعندي الملونات على حسب اختياريه، يمكن لكم تستعملوها يمكن لكم ما تستعملوش، تخلوه غير هكاك وتفندو في الشوكولا، تصوبوا في الشوكولا، وطريقه التزيين كل وحده وكتبقى ليها الحريه. عندي هنا انا غنستعمل الملونات، غنستعمل الاخضر والاحمر. هادو جيبهم البنات من المغرب، بنات اللي في السعوديه ممكن تسولوني، هادو جبتهم من المغرب، هاد الملونات بودره معروفين في المغرب. وبالنسبه للبنات اللي في الرياض وبغيتوا تاخذوا الملونات الغذائيه غتلقاوها في ملتقى الخبازين، او كاين واحد تفاوين اظن كاين في العليا، كاين واحد المحل حتى هما كيبيعوا هاد الملونات، كتكون بهذا الشكل هذا، وكتجي هي جيلي ماشي بودره، كتجي جيلي بهذا الشكل هذا. انا ما غنستعملش هذه، ده عندي تقريبا راها بيريمي ما بقاتش صالحه ليا، ما غنستعملهاش. داكشي علاش عندي انا هذا ديال المغرب جبتهم معايا هذه المره فاش جيت، باقي مزيانين. وعندي اللوز، يعني رقائق اللوز حمرتها واحد شويه باش غير التزيين، يمكن لكم نتوما قلت لكم انا تزينوا باي حاجه، اهم شيء هو الخلطه. الخلطه كاينه الكوك تخلطوه بنيسلي فقط، واما الملونات والتزيين كتبقى لكم نتوما الحريه ديال 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 الاختيار، تبقى لكم ديروا اللي بغيتوا في التزيين. نبداو على بركه الله نخلطوا الكوك ديالنا بالنيسلي. هاد العلبه ما غنستعملهاش كلها، ثلاثه الاكواب ما غنستعملش فيهم علبه كلها، غير تشوفوا معايا غير باش نجمعوا القوام ديال الكوك. غادي نبداو على بركه الله. وغادي نبداو كنخلطوا فيها، بالنسبه لكم البنات راه يمكن لكم تزيدوا المكونات تضاعفوها على حسب الحجم العائلات ديالكم وحسب نتوما الكميه اللي بغيتوا تخرجوا، يعني ماشي ما ترتبطوش ب، حاولوا ما امكن ما تضغطوش عليها بزاف، كنجمعوها غير بالاصابع لان الكوك الا ضغطنا عليه بزاف غادي يخرج لينا الزيت وما غاديش يجينا، ما غاديش يبغي يتجمع لينا، كنجمعوه غير بشويه. غنزيدها واحد شويه تقريبا، اللي باقي ناقصها هو هذا باش ما تجيش ناشفه معاكم.
صافي هذا هو القوام ديالها. صافي بارك عليها، لدرجه اننا غادي نجمعوها بحال هكا. ها هي كتجمع، كي كتشوفوا ها هي كتجمع معانا. دابا غادي نقسم هذا الخليط على جوج، وغادي نلون واحد بالاخضر وواحد بالاحمر. انا كي قلت لكم راني مصوبه كميه قليله على حساب الاسره ديالي، حنايا راه حنا قلال كي كتعرفوا، كاينه غير انا والزوج ديالي وبنتي، ما غاديش نحتاجوا بزاف. ومن كتقادر راني كنعاود نصوبها، الا سالات عليا كنعاود نصوبها. كنرشوا واحد شويه وغادي نجمعوا ونخلطوا. ما تحاولوا ما تكتروش لانه دغيا كيعطي اللون هاد الملونات هذه. صافي وكنخدموه بشويه بشويه، كنخدموه عاب بشويه بشويه، نحاولوا نخدموه عاب الاصابع ديالنا بحال هكا حتى كيخرج فيه اللون كله. صافي هذا هو، كتشوفوا الشكل ديالو كي كيرجع. صافي وغادي نخدموا كرات ونحطوه ليه نخلط الشكل الثاني. كناخذ الكرات غير بهذا المقاس هذا. الا بغيتوا نتوما مثلا المقاسات تجيكم قد قد، غادي تعبروا بالميزان، كتعبروا الكرات بالميزان 8 غرام في الكره، كل كره كديروا فيها 8 غرام، على حساب الجهد اللي بغيتوا نتوما او يعني المقاس اللي بغيتو كتخدموه. انا دابا كنخدم غير بعيني ميزاني وصافي. كي كتشوفوا معايا هاني لونت الخلطه الثانيه، النصف الثاني لونته بالفستقي، كيجيك بالاخضر الفستقي بحال هكا. وغادي انت هو غادي نشكلو على شكل كرات ونرجع معكم ان شاء الله. دابا البنات كنبداو التزيين ديالهم بالشوكولاته ابيض ذوبته، وغادي نحط عليهم هذا اللوز ايفيلي اللي حمرت. كي كتشوفوا معايا انا درت سميتو شوكولاته في هذا البلاستيك بحال شكل بوش باش نتحكم فيه، لانني لو بغيتو تصاوبوه غير بالمعلقه تصاوبوه غير بالمعلقه، غير باش نتحكم فيه انايا. كنحطو غير هكا الفوق بهذا الشكل هذا، وغنرجع نحط عليه اللوز ايفيلي. كي كتشوفوا معايا انا غير كبيتو فوق منهم لحتى غادي يلصق على الشوكولات، داكشي اللي غيبقى رانا غادي نحيدو لحتى يلصق ليا على الشوكولات مزيان. غندخلو دابا شويه للثلاجه ونخرجو باش نشوفو راه دقاد. هلا نحيدهم من هنايا وتشوفوا معايا كيفاش يجي المنظر ديالهم في الاخير. البنات غادي نقدم معكم واحد الحلوه الثانيه، تهي رخيصه وفي المتناول وكتطلع زوينه. هذه خديتها من عند الاخت زينب، كوزين زينب ادريسي. غادي نخلي لكم القناه ديالها في صندوق الوصف، حتى هي عندها وصفات زوينين وخاصه الحلويات والاشياء هذه هي متميزه فيها. وغادي نخلي لكم الرابط ديال هاد الحلوى منين خديتها، من نخليها لكم حتى هو الرابط في صندوق الوصف. المهم هاد الحلوى كنحتاجوا ليها كاس ديال اللوز. هنايا انا اللوز محمره وطحنته بالقشره ديالو، وبعد ما طحنته عاد وزنته، يعني كاس بعد الطحن بالكؤوس بالكؤوس المعياريه يعني بالاكواب. وعندي هنايا كوب ديال البسكوت مطحون، بسكوي اي بسكوي، اي بسكوت عندكم، هينريس، المهم بسكوت شاي وصافي. كتطحنوه حتى هو كاس،
وعندي هنايا لانني انا استعملت المقاسات هنا تقريبا كاس كاس، غادي نستعمل هنايا معلقه كبيره ديال الحليب بودره، وهنايا عندي الكراميل نيسلي كراميل. نتوما يمكن لكم ما كتاخذوه نيسلي كراميل، انايا تعرفوا مع الحجر الصحي ما كنخرجش، كيخرج غير راجلي جاب لي غير نيسلي وانا طيبته باش يعطيني نيسلي كراميل. كلشي كيعرف يطيب نيسلي، كتحطوه في الكوكوت وتسدو عليه، تعمروا عليه بالماء حتى يقرب يتغطى، وكتسدو عليه في الكوكوت تقريبا 45 دقيقه وكيكون جاهز معاكم النيسلي كراميل. صافي نبداو على بركه الله نخلطهم. بالنسبه ممكن اللوز الا ما توفرش لكم اللوز يمكن لكم تستعملوا كاوكاو، اصلا الاخت زينب دايره كاوكاو، انا يتوفر عندي ما عنديش كاوكاو، توفر لي غير اللوز فانا استعملت اللوز. نبداو على بركه الله، كنحط هاد النواشف كلها، وغادي نخلطها. نخلطها تتنسجم مع بعضها مزيان. انا ما بغيتش نستعمل الزبده والقشطه، كاينين وصفات بالزبده بالقشطه انكم تخلطوهم غير بالزبده، ولكني يعني كتعرفوا اللوز راه فيه الدهن، فيه الدهن كثير، ما بغيتش انا نزيد الدهن، بركه غير سكريات. المهم ما نبقاوش بلا حلوه وصافي، هذا هو الاهم، يعني نصوبوا شي حاجه حتى حنا نفرحوا بها، نفرحوا بها نفوسنا اولا، نفرحوا بها وليداتنا، يعني ولو الحجر الصحي وما كنخرجوش ما كاينش زيارات، ولكن الحمد لله الواحد انه يفرح نفسه ما يمنعش نفسه انه حتى هو يفرح براسه ولو بالقليل ولو في داره. ما غاديش نستعملوا هذه كلها العلبه كلها، يمكن اننا يعني نوفروا شويه، غير الجهد اللي غنخلطوا به اللي غتخلط لنا به الخلطه. مكاينش محسن من اليد، هي اللي غادي تتحكم لينا في الشغل، واخا نبغي نخدم بالمعلقه انا عندي اليد هي كل شيء. صافي البنات دابا ملي خلطت كتشوفوا معايا هذه هي الخلطه، هي الحلوه ديالنا. غادي نعمر بها هذا المول سيليكون، غادي نعمر بها دوك، تختاروا الشكل اللي بغيتوا ديال المول اللي عندكم حسب الاشكال اللي عندكم. انا توفر عندي هذا الشكل، هذا كان عندي واحد اخر وضاع مني ما عرفتش فين غابر ليا، دابا استعملت غير هذا، يعني حتى هو الشكل ديالو زوين. من بعد منين نطلعو من الثلاجه غادي نزين هذيك الحفيره. صافي كنبقاو كنعمروا هادو كلهم، هاد سميتهم هاد الحفيرات كلهم، وغندخلها للثلاجه تبرد يعني تشد فراسها مزيان، عاد نخرجها من السيليكون. هاد الحلوه كتجي معلكه وزوينه، وغتشوفوا معايا حتى المنظر ديالها حتى هو زوين. كتشوفوا معايا عمرت المول، يعني جاوني 23 حبه، وحده بقات خاويه، جاوني 23. غادي ندخلها سميتو ندخلها للثلاجه تبرد، يعني تشد في نفسها مزيان باش تجيني ساهله وانا كنزولها من المول. يلا نرجع معاكم باش نشوفوا كيفاش غادي نزينوها ان شاء الله. هاي البنات انا خرجتها من الثلاجه وغادي نزولها من المول، كي كتشوفوا معايا راه ساهله باش تحيد. صافي وكنحطها في هاد الكويرطات
تفردوه مزيان بحال هكا كتحطوه على حسب تبغون تبغوت نتوما ديروها في الكويغطات ديروها، ما بغيتوش كتخليوها هكا ما تيوقع ليها والو. صافي غادي نمشي معاها بحال هكا باش نمشيو نصاوبو نزينوها. كتشوفوا معايا البنات انا غادي نمشي نطيب هذا الكراميل، يعني غنردو شويه يذوب وغادي نخلطو مع الفواكه المعسله كلكم عارفينها، وغادي نجي باش نعمر به هذا الحلوى ديالنا من هنايا باش يعني نعطوها شكل زوين ما تبقاش بحال هكا خاويه. ونرجع معاكم. شوفوا معايا البنات انا غادي نحاول نعمرهم بشويه، ولا عندكم جيب الحلواني يكون احسن باش تقدروا تحكموا فيهم. كنحطوا غير نقيطه بحال هكا غير شويه. غير شويه بحال هكا وغادي نحطوا عليه الفواكه المعسله. بحال هكا كي كيكون الشكل ديالهم. صافي كنمشيو بهذه الطريقه بشويه بشويه حتى نكملوا. انا جبتهم كي كتشوفوا معايا هادو هما اللي كنستعمل، جبتهم معايا من المغرب كاينين هنايا، ولكن بما انه عندي هادو ديال المغرب قلت غادي نستعمل هادو اول باش ما يخسروش ليا. كان هذا هو الشكل ديال هذه الشكيله اللي قادينه ديال الحلوه. كيجيو زوينين وعارفين حتى هما المنظر. اهم حاجه كي كتشوفوا معايا انا راني ما حضرتش يعني حلوه بزاف، ولانه كاينه غير بوحدي كيف قلت لكم. ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله اذا فتحوا لينا الزيارات وبغيت نمشي عند حماتي ان شاء الله غادي نلقى تشكيلات وحده نقولهم ثاني ونحطهم لكم في القناه. كنتمنى لكم عواشر مباركه، والله يسعدكم دنيا واخره يا ربي. وما تنسونيش من الاشتراك ومن تسجيل الاعجاب بالفيديو وتشاركوه مع الناس والاحباب ديالكم باش تعمل فائده. ونتلقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله يكون احسن. غادي نخلي لكم واحد البطاقه فوق الفيديو، غتشوفوها فوق الفيديو فيها استطلاع راي. كنتمنى انكم تشاركوني فيه باش نقدر نعرف اشنا هو يا الحوايج اللي نتوما كتحبوهم في القناه باش نقدر نحسن من الجوده ديال القناه ديالي ومن الجوده ديال المحتوى. وشكرا لكم على المتابعه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.